لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. شقت قوافل الحجيج دروبها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، فقد أخذ الحجيج مواقعهم في الفنادق المعدة لهم من قبل مؤسسات الطواف، كما اكتظت بهم ساحات الحرم المكي الشريف والشوارع المحيطة به، فيما بانت جاهزية الجهات ذات العلاقة بخدمتهم على أرض الواقع. أنا جيت من مصر لأدي مناسك الحج والعمرة، وإن شاء الله راح أدي عمرة، والحمد لله بموفقين وكويسين والحمد لله، وإن شاء الله نأدي الحج والأمور متيسرة، مع أن في انزحام وكل شيء، بس الأمور متيسرة والحمد لله رب العالمين. وبين ذكريات قد مضت وأصالة لا تزال قائمة لدى الكثيرين، يصر العديد من الحجاج على زيارة المطوفين وبعض أهالي مكة في منازلهم للتعرف على العادات والتقاليد المكية. ألا زالت قائمة كما كانت، أم أن تطور العصر وتسارعه قد أثر عليها واندثرت؟ العلاقة بين المطوف والحاج لا زالت مستمرة حتى وإن بعدت بعض الشيء بظهور نظام مؤسسات الطوافة، لكن الحقيقة تؤكد أن العلاقة لا زالت مستمرة كما هي منذ أن كانت في عهد الآباء والأجداد. نحن سعداء جدا بهذه الدعوات واللقاءات مع إخواننا السعوديين، ونحن نتقابل معهم في منازلهم ونأكل من طعامهم، وهذه عادة قديمة بين الحجاج وأهالي مكة. وبين حديث بكلمة ونكهة عشاء، شاركت العربية مجموعة من الحجاج الأتراك وهم يتناولون طعام عشائهم بنكهة مكية خالصة جمعت بين الكرم العربي ومحبة الحجيج. حطت قوافل الحجيج رحالة واستقرت هنا في مكة المكرمة بعد أن هيأت لهم السلطات السعودية كل احتياجاتهم من مسكن ومأكل ومشرب، وخلال اليومين القادمين سيكتمل عقد الحجيج ليبدأ مناسك حجهم. خميس الزراني، العربية، مكة المكرمة.